سمعتوا بان الجمعيه ديالنا هي جمعيه اللي كتخدم على مشروع ديال السياحه الايكولوجيه من منطقه البراجوه، واللي قبل ما نخدموا على هذا المشروع هذا خدمنا على تثمين ديال المنتوج المحلي عن طريق تاسيس عدد ديال التعاونيات، منهم تعاونيات نساء البراجوه الفلاحه اللي كتنتج منتوجات محليه ديال الكسكسو وكل ما كيتعلق بالمجال الفلاحي، وعندنا تعاونيه ديال زربيتي اللي هي كتنتج لي طابي التراديسيونيل يعني الزرابي التقليديين ديال البلاد، وعندنا اومطو تعاونيه نسويه اخرى ديال القطاني اللي كنطمحوا حتى هي تكون القطاني بيو ان شاء الله في القريب العاجل. اذا هاد التعاونيات هادو اللي اسسناهم ولاو تيديروا واحد المنتوج كبير، كنا كنفكروا ضروري في التسويق ديال هذا المنتوج، وكان صعيب علينا اننا نسوقوه في جهات اخرى نظرا لبزاف ديال الامور اللي بين هاد الامكانيات. فكرنا اننا نديروا السياحه الايكولوجيه بمعنى ان الناس يجوا عندنا هنا ياكلوا ويشربوا ويتساراو ويديروا الرياضه الجبليه، لاننا حنا متواجدين في منطقه اللي هي جبليه اصلا، وميمطوا يشروا المنتوج ديالنا. بهذه الطريقه هذه استطعنا ان نعرفوا المنتوج ديالنا لعدد كبير ديال الناس، لان تقريبا كاع الناس اللي زارونا سواء من الرباط من السلام من كازا والنواحي وسواء من الخارج ولاو زبناء ديالنا، سيرتو المغاربه زبناء ديالنا، اننا ولاو كيعيطوا لنا كندوا ليهم الباني اللي فيها الكسكسو فيها الخضره فيها الدجاج فيها البيض فيها العسل فيها الزبده وفيها حتى الخبز ديال الدار والملاوي والحرشه، يعني كل داكشي اللي كيتنتج على المستوى المحلي. هذا طبعا عطانا واحد 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 تعريف اكثر، المنتوج ديالنا ولا معروف اكثر. نفس الوقت التعاونيه ولات كتسوق المنتوج ديالها في مارشي سوليدير اللي دار سيدنا الله ينصرو في كازا، ومارشي ديال الادماج اللي تابع نفس المؤسسه اللي هي مؤسسه محمد الخامس للتضامن، وبالتالي ولا واحد الدخل مهم مستفيد رقم واحد منه هما العيالات. هنا البلاصه فين تنخدموا شي 14 نوع ديال الكسكسو، اللي هو الكسكسو الزرع القمح، تنصايبوه من القمح، كسكسو الزرع غير القمح بوحدو، كاين كسكسو الشعير بطبيعه الحال، وكسكسو الذرة، كاين الخماسي اللي هو كينصايبوه من خمسه د الانواع، من خمسه د المواد الطحين، يعني كل نوع كنديروا منه شويه كيكون هو الخماسي. كاين كسكسو ديال النخاله اللي بالنسبه للناس اللي مرات تيبغوه، كاين كسكسو عاوتاني ديال الخروب ديال النبق د العدس كاين كسكسو د العدس 100%، ما فيهش الطحين نهائيا، يعني غير العدس مطحون وكيفتلوه العيالات. وكاين الزميته اللي هي تتصايب من الشعير، كاين الزموم اللي هو حتى تيتصايب من الشعير، هو بلبوله محمره شنقول له حنا زموم، وكاين عاوتاني بركوكش. هادشي اللي تيخدموا العيالات داخل التعاونيه، وتيخدموا عاوتاني حوايج اخرين اللي في ديورهم، تيديروا خضيره بحال كاين كل سيده من هاد السيدات عندهم جريده في دارهم، جريده فيها الخضره، يعني حتى بحال هكا ملي تيكونوا الناس يجوا عندنا الناس كيبيعوا ليهم ديك الخضره اللي عندهم. اذا التعاونيه اللي كتضم واحد العدد من العيالات ديال الدوار اللي شحال هذه ما كانوا تيصوروا والو، بالرغم من انهم كتخدموا، واحد المراه ديما في الباديه راه اكثر من العيال ديال المدينه كيخدموا مزيان، كاين مجهود كبير، ولكن ملي درنا التعاونيه اثرنا داك العمل ديالهم، وهذاك العمل ولا داك التاطير ولا كيعطي نتيجه، اذا ولا واحد الدخل قار، هذا الدخل قار ولا تيستجيب لواحد المجموعه من المتطلبات ديال الحياه، من بينها ان اولا هاد الفلوس ديال العيالات غالبا تيخسرهم على ديورهم، يعني انهم تيساعدوا ولادهم باش يقراو، يعني اننا حاربنا الهدر المدرسي خصوصا في صفوف الفتيات، عطيناهم ولا واحد الامكانيات اخرى زايده، ولات المراه كتحس بواحد الاستقلاليه لا على المستوى المادي ولا على المستوى المعنوي، لان التعاونيه والعلاقه ديالها بالسياح اللي كما قلت لك تيجوا تقريبا كل نهار كل اسبوع سواء من الناس ومن برا، عطاها انها تنفتح على المحيط اكثر من المحيط اللي كانت منغلقه عليه في الاول دارها وليداتها. دابا ولات انها كتعامل مع ناس اخرين، كتلاقى مع ناس اخرين، كتخدم معاهم، كي هما التعاونيه هي اللي كتوجد الماكله في نفس الوقت، يعني الفطور بلدي، الغداء الرفيسه، الدجاج بالدجاج البلدي، الطاجين السو الى اخره. اذا هذه عطاها فرصه اخرى باش انها تعرف على حوايج اخرى، باش انها تنفتح على امور اخرى حتى على المستوى الاداري، بحكم انهم تعاونيه عندهم رئيسه ديالهم وعندهم مكتب ديالهم مسير، يعني هما اللي تيهزوا الملفات، هما اللي تيقلبوا على مشاريع، هما اللي تيحتكوا بالاداره، هما يعني هذه عطاتهم واحد الفرصه اخرى، يعني دراسه اخرى. نفس الوقت فتحنا واحد الورش ديال محاربه الاميه النساء ديال التعاونيه، واللي قراوه هما النيتات ديالهم اللي كانوا ديجا تيقراو في لافاك وداك الشيء، قراوهم وعطاهم واحد الفرصه انهم يتعلموا على الاقل الحساب، يتعلموا الاسماء ديال الكسكسو كيفاش كتكتب، يتعلموا التاريخ ديال الصلاحيه كيفاش خصو يتحط الى اخره. النظافه،
كيفاش اننا خصنا نخدموا نحترموا التوقيت ديالنا في العمل، واحد المجموعه من الامور اللي كانوا صعاب باش تفهمها.